سلام البنات، ان شاء الله كامل راكم بخير وبصحه جيده. ما عودتكم خواتاتي ديما نجيب لكم جديد، ديما نجيب لكم المنتجات اللي راهم طوندونس واللي راهم يبانوا في لي ريزو سوسيو. الحاجه اللي ما تشوفوهاش، ما تشوفوش عليهم دي فيديو، ما تشوفوش عليهم دي ريفيو، انا اللي راح نحكي لكم عليهم باذن الله. خليكم برك معايا، ما تنساوش تبارطاجيو القناه نتاعي، ما تنساوش تبارطاجيو لي الانستغرام خواتاتي. نتوما اللي تعاونوني، انا نعاونكم بالمعلومات وانتوما تعاونوني بالبارطاج نتاع لي فيديو ونتاع الانستغرام، هكذا باش الناس تستفاد اكثر واكثر. البنات، اليوم جبت لكم منتوج جديد. هذا المنتوج راهو معروف بزاف في الخارج، راح نعطيكم كامل المعلومات عليه، راح نقول لكم اسكو مليح ماشي مليح، كذلك راح نقول لكم منين نجيب هاد المنتوجات. ماذا بكم تقعدوا معايا حتى لافان تاع لا فيديو، راح نعطيكم كل شيء. ريحوا معايا برك لافان تاع لا فيديو، هكذا تديو المعلومات. اي منتوج ما تلقاوش عليه معلومات باذن الله راح تلقاوها عندي نحكي لكم عليه. اول حاجه، المنتوج هذا منتوج كوري، والمنتجات الكوريه خواتاتي معظمهم يمدوا نتيجه بزاف مليحه. الاسعار تاعهم شويه غاليه، ولكن الريزلت تاعهم بزاف مليحه وبزاف تكونوا فرحانين بها. جيب هذه المنتجات خواتاتي، راح نحط لكم الصفحه نتاع الاخت هنا، فوالا عندها فيسبوك. البنات اللي عندهم فيسبوك يقدروا يهضروا معها في الفيسبوك، البنات اللي عندهم انستغرام يقدروا يهضروا معها الانستغرام. الاخت تجيب لي برودوي كوريان، ومش برك لي برودوي كوريان، تجيب كامل المنتجات اللي راهم طوندونس واللي راهم يبانوا في لي ريزو سوسيو، وتجيب لي زوريجينو. اللي حابه تشري ان برودوي يكون اوريجينال ويكون كيما نقولوا حاجه دو كونفيونس، تدخل في هاد لاباج خواتاتي، هادي اللي نعرفها وهادي اللي ديت من عندها دي برودوي وخرجوا لي ملاح. ليسونسيال خواتاتي، المنتج هذا سي اون كريم هيدراتانت واسمها انيسفري. اللي مازال ما تعرفهاش تدخل جوجل وتشوف خواتاتي شحال السعر تاعها. السعر تاعها شويه مرتفع، سي نورمال، تتباع عند سيفورا خواتاتي، يعني من المنتجات اللي يكونوا فريمون ملاح ويكونوا عندهم فعاليه مده خياليه، يعني في مده قصيره يبان لو ريزولتا تاعها. انيسفري سي اون مارك فيها بزاف تاع المنتجات. هذا سي ان جولي كريم، يعني جيل ترونسبارون ليجير. يجي هذا لو جيل ترونسبارون، راح نوريه لكم بيان سور من الداخل. الحاجه اللي فيها مليحه هاد لا كريم، علاش راني جايه نهضر عليها، تواري من البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره العاديه، كامل لي تيب دو بو، يعني وخاصه ننصح البنات اللي عندهم بشره دهنيه. علاش ننصحهم البنات هادو؟ باسكو ما عندهمش منتجات بزاف في لي كريم هيدغاتونت. يعني جينيرالمون البنات اللي عندهم بشره دهنيه كيجيو يحوسوا اون كريم هيدغاتونت يحصلوا. باغ كونطخ لي كريم هيدغاتونت نتاع البشره الجافه راهم كاينين بزاف اللي ينفعوا البشره الجافه. هادي من بين لي كريم اللي توالم جميع انواع البشره. انا كيما تعرفوني البشره تاعي جافه والمتني، راح نحكي لكم على واش فيها لا كريم وكذلك واش تنفع لا كريم. هادي الحاجه اللي فيها مليحه كذلك جايه شبه طبيه، باسكو جايه سان سيليكون، سان سولفات، سان بارابن، و سان بارفان، وكذلك سان الكول، يعني ما فيهاش كاع هاد المواد اللي يضروا البشره تاعنا. سي بور سا جبتها خواتاتي وراني حابه نحكي لكم عليها، على بها ماذا بيا نتوما الثاني تستنفعوا. البنات ما تنساوش تتهلاو في البشره تاعكم قبل العيد، لانه كي يلحق العيد ما راح ديري والو من الان، وانتي تتهلي في البشره تاعك حتى يلحق العيد باذن الله تكون البشره تاعك زجاجيه. دونك خواتاتي هادي ماذا بيا تدخلوها في لا روتين نتاع البشره تاعكم، يعني تاع العنايه بالبشره، دخلوا هاد لا كريم. علاش تدخلوا هاد لا كريم؟ فيها 3 انغريديون، لي 3 انغريديون هادو تحتاجهم البشره بزاف، سواء للترطيب ولا ضد البقع ولا كذلك باش تنحي لنا الاكسده اللي تكون في البشره. فيها لا فلور سوريزي. واش الدور تاع لا فلور سوريزي؟ سي ان انتي اوكسيدون، بمعنى شتو هذيك الاكسده اللي تجينا الصباح خواتاتي كي نوضوا الصباح ونخرجوا برا يولي لو فيزاج تاعنا كشغل مدخن. هذيك الاكسده خواتاتي هاد الفلور دو سوريزي تنحي لكم هذيك الاكسده من البشره، وينحي هذاك الوجه اللي تحسوه ذاب خواتاتي ويقلقكم. باسكو ماما انا دير لي هذيك الاكسده في لو فيزاج. اي خواتاتي فلور سوريزي واش دير؟ تمد ان اكلا لو فيزاج، وتمد سي ان اكليرسيسون، يعني يفتح البشره تاعنا. جايه انتي اوكسيدون،
وكذلك تفتح البشرة نتاعنا. هذه بالنسبة للانغريديون الأول. الانغريديون الثاني خواتاتي نلقاو فيها نياسيناميد، من أكثر المنتجات اللي حبيتها وهي النياسيناميد. يعني نياسيناميد وحده فادني، فما بالك تكون كريم فيها بزاف تاع لي زانغريديون اللي ينفعوا البشرة. النياسيناميد هو شكل من أشكال فيتامين بيتري، والفيتامين بيتري خواتاتي البشرة تحتاجها بزاف. تحسوا يمدلكم هذاك لي في كي تستعملوا هاد لو برودوي هذا وهاد لا كريم، تحسوا البشرة تاعكم مش عارفة كيف نفهمها لكم خواتاتي، كيما فهمتهم في الانستغرام. راكو تعطيو بزاف خواتاتي لي ستوري، ماذا بيا تدخلوا الانستغرام ديالي، نحط لكم لا فوتو هنايا، باسكو راني نهضر لهم على بزاف تاع لي برودوي ونوريهم لي باج اللي راني نجيب منهم المنتجات اللي صح ينفعوا. دونك كنت نهضر لكم على نياسيناميد. حسوا خواتاتي كانه البشره تاعك زجاجيه، واحد اللمعه فيها. يعني كاع البنات اللي ها عندهم هذيك البشره الباهته وما عندهمش اللمعه هذيك ويحوسوا عليها، النياسيناميد هو اللي يرجع لك اللمعه للبشره. قلنا فلور سوريزي تعطيكم تنحي لكم الاكسده، وكذلك تفتح البشره. سيناميد، النياسيناميد خواتاتي مسؤول على تنظيم افراز الدهون في البشره، على هذيك يعطينا لمعه طبيعيه. ثالث انغريديون اللي هو مهم جدا في هاد لا كريم خواتاتي، ليكستري دو بيتراف خواتاتي. واش يدير هاد ليكستري دو بيتراف؟ هو يمد اون دوز ديدغاتاسيون كبيره للبشره، يعني يرطب البشره مليح ويعطيها انتعاش. وزيد هاد لا كريم خواتاتي الحاجه اللي حبيتها فيها، انا من اكثر الكريم اللي نكرههم كي ندير كريم وتقعد هكا تلصق. لا كريم هادي جايه نون كولونت، يعني ما تلصقش، حتى كون ديروها بلي باسكو تقدروا تستعملوها في النهار وكذلك تستعملوها في الليل. كي تستعملوها في الليل تشربها تمتم البشره تاعكم، كي ترقدوا في الوساده ماش تحسوا، ما تحسوش البشره تاعكم راهي تلصق الوساده تاعكم. كيما الصباح تاني ما نحبش ندير حاجه اللي تقعد البشره تاعي كولونت، يعني حنا الجزائريين معلوم نسلموا من الوجه، دونك ما نحبش هذاك لي في كولون كيسلموا عليا من الوجه، ما نحبش نخلي ما نحبش نحسسهم بلي راني دايره حاجه في الفيزاج تاعي. دونك هاد لا كريم كي تستعملوها خواتاتي تشربها تمتم البشره، من اروع لي كريم اللي تقدروا تستعملوهم خواتاتي. دونك انيس فري هاد لا كريم خواتاتي اللي مازال ما جربتهاش ننصحها تستعملها وتدخلها في الروتين. كيما شاك فوا نقول لكم خواتاتي، ما لازمش ان سول برودوي تستعملوه، لازم اون روتين كومبليت باش تكون نتيجه اكثر واكثر رائعه. هذه هي الحاجه اللي نقدر نوصيكم بها. وكما قلت لكم خواتاتي كل مره نقول لكم باللي راني صريحه معكم في لي فيديو تاعي، الحاجه الا ما خرجتش عليك يا اما ما تكونيش عرفتي استعملتيها، يا اما ما تكونيش دايره اون روتين كومبليت، يا اما خواتاتي البشره تاعك ماشي كيما البشره تاعي. مي هاد لا كريم اللي راني نهضر عليها توالم جميع انواع البشره، حنوريكم الداخل كيفاش تجي دايره. وحاجه اللي فيها مليحه تاني فيها هذا، باش ما تدخليش صباعتك لداخل، باش ما ديريش البكتيريا في لا كريم لداخل. دونك بهادي تنحي لو برودوي وتبلاسي في الفيزاج تاعك ومن بعد تغسليه. فوالا لا كريم كيفاش تجي دايره من الداخل، روعه 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 لا كريم. لي برودوي كوريان خواتاتي بزاف طوب كيما هادي، بزاف هايله للترطيب، بزاف تمد لي في هذاك اللي تحسوا البشره الزجاجيه اللي كامله رانا نحوسوا عليها. باش تكون عندكم بشره زجاجيه دخلوا هاد لا كريم في لا روتين نتاعكم. فوالا خواتاتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نعاود نوريكم لاباج اللي جبت منها لو برودوي واللي تبيع لو برودوي اللي كامل نحبوهم وكامل نحوسوا عليهم واللي راهم طوندونس ويبانوا في لترونجي بزاف، سواء لي برودوي كوريان ولا لي برودوي نتاع لترونجي، يعني اللي راهم باينين تلقاوهم في هاد لاباج. تاني حبيت نوصيكم ماذا بكم خواتاتي تدخلوا للانستغرام ديالي، باسكو راني نبارطاجي بزاف تاع الحوايج اللي ينفعوا، وراكو تراطيو بزاف تاع لي ستوري. فوالا هنا نكونو كملنا لا فيديو تاعنا، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. الغزالات ديالي اللي تحب تشري لو برودوي تدخل لاباج، قولوا لها جينا من عند احلام، بالك تنقص لكم شويه في لو بري تتهلا فيكم، عندها لي برودوي ولا اروع. كون جات عندي شكارة خواتاتي نشريهم كاع، ما نكذبش عليكم. باسكو هاد لي برودوي، قبل ما نكمل لا فيديو نهضر لكم على هاد النقطه مهمه جدا، هاد لي برودوي خواتاتي انا لقيت فيهم الريزولطا خير من الادويه اللي كنت نشربهم.
الادويه اللي كنت نشربهم سواء للحب ولا للطاش ولا كانوا يضروني اكثر ما ينفعوني. هما كانوا ينفعوا ولكن كنت منضر بزاف من الداخل، حتى وليت رجعت لي برودوي اللي هم انا نحسهم هاد لي برودوي جايين باغا فارماسي، مش برك ماشي برك كوسميتيك ولا شبه طبي، يعالجوا البشره، يردوا لي كلال البشره، ينحيوا لي طاش. كاع لي برودوي اللي راني بارطاجي معاكم خواتاتي بزاف ملاح. وقبل ما نكمل تاني لا فيديو، الحاجه اللي ما هيش مليحه راح نقول لكم بلي ما هيش مليحه بكل شفافيه. فوالا خواتاتي، حفظوكم و على بروشان فيديو ان شاء الله تبقى على خير.